يعني بالتاكيد يمكن القرعه متوازنه ومقبوله، بتجمع ما بين فرق في شمال افريقيا، النجم الساحلي والاهلي والهلال السوداني مع بلاتينيوم، ثلاث فرق عندهم مشوار كبير في البطوله الافريقيه، عندهم خبرات افريقيه كبيره، النجم والهلال. زيد من صعوبه المجموعه كمان حتى اولى المباريات هتبقى مع النجم الساحلي في سوسه هناك، النجم الساحلي لا احنا غراب عليه ولا هم غراب علينا يعني، لكن في النهايه يعني تبقى متعه كره القدم هتجمعنا ان شاء الرحمن باذن الله. يعني كل اللي انا متاكد منه النجم الساحلي بالتاكيد انا متابعه حتى من عشان كتوكو في المباراه الختاميه، هو جه من بعيد كويس قوي لكن عنده قدره عاليه جدا، عنده جماهير بتساند، عنده لعيبه على مستوى عالي. يعني خلينا ننتظر ونجمع اكبر عدد من المعلومات والتفاصيل الصغيره اللي ممكن تساعد الجهاز الفني. احنا النادي الاهلي اكبر تاريخ موجود في افريقيا، النادي الاهلي اكبر تاريخ موجود على المستوى الافريقي، اكبر عدد من البطولات، لكن كل ده جميل وكل ده هايل، لكن في النهايه انا بشتغل النهارده اليوم بيومه. يعني الماضي هو بتاع الماضي، يعني بيزيد من مكانتك وقيمتك ومكان ومستواك افريقيا، لكن في النهايه يبقى الشغل على المستوى الحالي. يعني نحترم ونقدر النجم الساحلي بشكل كبير، نحترم ونقدر الهلال بشكل كبير، نحترم ونقدر بلاتينيوم، وخصوصا النجم الساحلي يعني صاحب عدد من الانجازات سواء حاليا في الكره التونسيه او الكره الافريقيه. هي مباراه ما بين فرقتين هم عندهم تاريخ كويس وعندهم جمهور عريض جدا بينتظر اللقاءات الصعبه ديت. يعني كويس، انا زي ما ذكرت في ممكن قناه بين سبورت وبعض القنوات الاخرى انه يعني ال 16 فريق كلهم يعني عندهم نفس الطموح، عندهم نفس يعني الفرق وصلت لهذه المرحله يعني بعد اداء مباريات كبيره وبعد اداء مباريات طيبه. فريق النجم الساحلي فريق كبير، فريق الاهلي فريق كبير قطع الشك ما في كلام، الاهلي يمكن من الفرق اكثر الفرق الافريقيه احرزت هذه البطوله. الهلال وصل عام 87 92 للنهائي وخرجنا بفعل فاعل وليس بمباريات كره قدم، ويمكن القنوات المصريه شهدت على ذلك الكلام بعد سنين طويله انه الهلال كان هو البطل المتوج عام 87 وعام 92، ونظر الله انه المباريات تدار يعني بطريقه يعني اللي هي بناشيد الاتحاد الافريقي الفير بلاي، ويعني انه التحكيم في افريقيا يدي كل ذي حق حقه. وفريق بلاتينيوم فريق صاعد فريق قوي، انا ما عارف ليه ما بيتكلم عن فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، فريق وصل هذه المرحله اكيد عنده الطموح وعنده يعني الشيء اللي انه هو يعني يقدمه هذا العام. الان السودان في امن وامان، الان السودان تحت ظل حكومه مدنيه، السودان الان وانا يعني يمكن رجل عسكري سابق بقول انه السودان في امان تام، يعني ممكن مش يؤدي يعني تقام فيه مباريات، ممكن يؤدي بطولات تقام في السودان في ملعب الهلال، فمن ناحيه امنيه ما افتكر في اي شيء يخلي انه الفرق دي ما تصل للسودان، والحمد لله السودان في امن وامان تمام.